اسمع عبدو، محسوب حسابك انت وصفوان افندي بانه بيت عمك ابو وضاح ما بينباع وانا على وش الدنيا، وراح يضلوا طول مالنا عايشين بيت المختار ابو وضاح، وانا بتكفل بتصليح اي شيء فيه لحتى يضلوا بيت عامر، وكل يوم جمعه ببعت الحريم منشان ينظفوه ويسقوا الزريعه، وحتى العفش اللي فيه لازم يضل مثل ما هو، وراح اوصي اولادي واولاد اولادي بهذا الشيء. ايه الله يجزيك الخير، بس شو الفايده من القصه كلها اخي؟ هيك هذا البيت لازم يضل وقف. وانا شو بدي اشتغل؟ نبدي عايش عيالي، شو طعميهم؟ تشتغل هون بالحاصل. على كل حال انا بالفتره اللي جايه يمكن انشغل وسافر، بتقعد هون بمحلي. ايش اخي انت وين بدك تسافر؟ ما بعرف هلا، ما لمبيني. ايوه طيب، انا بس بدي اقول لك شغله، اولاد ابو سليمان بدهم حصتهم من المزرعه، مو بس من البيت ومن الحاصل كمان، يعني انا وياك ما حيطلعنا من الجمل اذنه، حنصفه برا بلوشي. لا اخي لا، عمك ابو وضاح سلمني الحاصل ووكلني عليه، وابو سطيف ويوسف بيشهدوا بهذا الشيء. اذا هذا الحكي مو مثبت بالمحكمه ما بيطلع من امره شيء. ساعتها انا بشتريهم منهم. ايوه ايه شو علي؟ صار عنا مبلغ منيح يعني؟ منيح ماشي حاله، لسه الخير لقدام. وين بيصير هذا المركز؟ عندي بالمزرعة. اي لا المزرعة، يعني المزرعة عدم مؤاخذة بعيدة كتير. كي احسن. لك معلوم، كل ما كان بعيد بيكون احسن. لكن والاحسن من هيك انه المزرعة فيها اوض تحت الارض، كل اوضة بتطلع 10 دروع ب10 دروع. لك يا عيني عليك، هذا هو المطلوب. ودخلك مين عامل هاي الهوا؟ هاي المزرعة قديمة، قديمة كتير. وفي حدا هنيك هلا؟ لكن شلون؟ أبي وشباب الضيعة وأخي، ومبارح بعتنا 7 قبضايات من هون من الحارة، رح يساعدون بتنظيف الأوض وتجهيز السلاح. الله يصلحك يا أبو محمد، كنت اللي كنت رحت معه. والله ما كان لي فكر يا أبو رضا إنه لك خاطر بهالروحة هي. ما كان لك فكر ولا خاطر؟ احكي الدغري يا أبو محمد، ولا قلت لحالك إنه أبو رضا خدشك وما عاد خرجك شغلات؟ الله يسامحك يا أبو رضا، انت شيخ الشباب وقد ودود. لك علي ما علي، اذا بجابي 10 من الفرنسا وايد بايد لك هو من فوق بعضهم مثل عدوده القمح. الله حيه ابو رضا وحياه ابو فخري اولو فعل. انا من بكره رايح لعمكم على الضيعه. لا 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 ما في داعي ابو رضا، ما في داعي. الشباب ابو فخري انا لي بهالدنيا عدوين، اذا ما شفيت غلي منهم لحموت بحسرتي. ومين اللي دخله؟ الفرنساوي وسليم الخشاب. لا بالله 400 باير كثير يا شيخ نواف، الشيخ حمدان جاير علينا. ترى والله يا طويل العمر. لله يا ابو محارب، 400 بعير ما هي كثيرة على رجال الشيخ حمدان. حنا موافقين يا شيخ نواف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. الآن يا اخوي الآن. يا هلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. يا رب يا كريم. مساك الله بالخير. ميت مساء. مساك الله بالخير. مرحبا. هذا اخوي ابو وضاح مختار، واحد من وجوه الشام المعدودين. مساك الله بالخير. ترى والله ما تقول غير شيخ من شيوخ العشاير. وهو شيخ من شيوخ الشام. نحن من بعدك يا ابو نمر. يا هلا يا حياك الله. اي يا زين يا زينة الشام وميت الشام. ترى والله اللي يشرب من ميت الشام يحن لها مثل ما يحن للرضيع لامه. ايوه انك صدقت يا اخوي يا شيخ نواف. قام العقيد شاهر بعد ما كان شاكك فيها للمخلوقه وظانن فيها السوء، طلب منا ان تسامحه. وهي عرفت اني اللي فات عليها بالليل ما هو بشاهر؟ ايه لكن عرفه. وعقب يا خيه وش صار؟ عقب ان قتل تحسين. الله لا يرده. الله لا يرده. وعاشت المخلوقه ببيت اهلها مع نسوان اخواتها ودائت الأمرين منه. يا خطيطة قال شو بدهم يجوزوها لختيار أكبر من أبوها. يا ويلي. وليه هيك؟ لأنه بيكرهوها. عوذة. قام العقيد شاهر من كتر ما هو شهم وقبضاي. وش يعني قبضاي يا خالة؟ يعني نشمي. اي نعم، راح لعند إخواتها وطلب منهم إنه ما يجوزوها ويتركوها بحالها، ولما ما وافقوا حزروا شو عمل. شنو؟ خطبها إله. وبعدين تجوزها ولا لا؟ بكرة إن شاء الله بكملكن القصة،
هلا بدي روح شوف عمك ابو وضح عم يستناني. يا الله يا خالتي، والله اليوم ما يجيني نوم ان ما عرفت باقي القصه. فهماني عليكي، تجوزها اطمني، بس ما تقولي لي شلون، بكره بخبرك. خلاص يا العنون، خلي خالتك ام وضح تروح تنام، وباكر بعون الله تكمل باقي السالفه. يا فضه عنتي يا عمه، قومي خدي فيصل نيمي على فراشه. حاضر يا عمتي. يلا تقبرني، يلا هات تصبح على خير. يلا وانا كمان كنت اسمحوا لي تصبحوا على خير. هلا اولاد ابو سليمان خشاب عرفوا انه ربع البيت والمزرعه لرويده، وانه رويده بعتني اياهم. ليش لا تقلوا تضرب رويده وسيرتها؟ شلون ليش؟ لانهم يا امي هلا هيك بيقيموا حصه رويده وام وضاح، بتصفح حصته بيشتريها منهم بتراب المصاري. مزبوط، ابن امك تقبرني ما بينخاف عليك. رح تقول لاولاد عمها؟ والله يا مو ما بعرف، خايف ايش كان قلت له يدروا انه وفيقه هي اللي سرقت الاوراق والخمسين عثمانيه وعطتني اياهم. تسلموا دياتك. شرفي يا ام شرفي، هلا بتخلصي الجليات وبتروحي بتنامي، عشان بكره الصبح تفيقي بكير تروحي لعند ام مصري تخبزي العجينات على التنور. يلا الله معك. شلون شايفتي لي هالصانعة يا مو؟ منيحة، أنا ما بعطيها وش، الصانعات ما بينعطوا وش. هلا المهم بيت نمر الخشاب رح يصير بإذن الله. لا يا مو لا، مو كلياته، نحن بيطلع لنا التلتين، لأنه في حصة التلت لأولاد عمي ولسميحة. بقى بكرة متى ما إجت سميحة من تركيا نشتري منها حصتها ومن أحطلها. هاي دخيلك إذا أجيت. وبركي عم أبو خير وعطره ما بيحق له يعترض يا مو، لحنا قلنا الحصة الكبيرة. يعني رح نسكن ببيته؟ بيتنا يا مو بيتنا، وحياة عيونك بيتنا. بس والله يا مو أنا عم بيقل علي بحصتنا بالبيت، بلا ما نسكن هنيك ما رح بنحسي. ليش يا مو؟ أنا كل عمري أملي ومناي إني أسكن ببيته. يا أمي إيش كان وضح بكرة هربنا الحبس وجل أنا ساكنين بالبيت، يعني الحلال بتصير قصة لها أول ما لآخر. أما إيش كان بعناه من إنه والله يا عمي بعنا البيت وما صفي معنا المتليك. يا مو لا تخاف، والله أنا بالليل والنهار عم بدي عليه الله ياخده ونرتاح منه. خلينا نسكن بالبيت. لسه يا مو لسه، لسه الحاصل والمزرعة رح بيصيروا إلنا. أنت بس طولي بالك على ابنك وشوفي شو رح بيساوي. هلأ المضافة صارت إلنا، وأبي صار المختار، وانتي حرمت المختار على سن ورمح، ورويدة حرمتي على سنة الله ورسوله. يا صلاتك يا نبي، شو لابق لك هاللبس البدوي؟ الله يحرسك من العين. يا انو عين هاي، شو شايفتيني ابن 14؟ الله يحسن ختامنا. شو دخل العمر تقبرني؟ اي والله هيبتك ورجولتك بجلوا العين والله. لا معناتك اليوم الصباح لازم تبخريني وتقري لي آية الكرسي. أبو وضح، ها شو بك؟ قلبي تعلق بهالولد. أنا ولد فيصل، سبحان الذي خلقه يغزي العين حوله وحواليه. ما بعرف يا أبو وضح، ما بعرف، حاسة إنه قلبي متعلق بهالولد. يا موضح انت حنونه. صحيح انا حنونه، بس والله 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 هذا الولد غير شكل. اي والله الله بيبلي وبيعين، ولد لا ام ولا اب، بس ربي سبحانه وتعالى بيحنن قلب العباد عليه لحتى يعوضوه عن حنان امه وابوه. تعرف كنت بدي اقول لام نمر تعطيني اياه ونيمه عندي. اي لا لا موضح، تحولي بالله وقومي للنام. قومي. يا الله يا رب يا كريم يا كريم يا رب. في حكي اكيد انه بدهم ينقلونا. لوين بدهم ينقلونا؟ من هذا الحبس وفرج قريب ان شاء الله. يعني بدهم ينقلوا كل المحابيس من هون؟ مو كله كله، بس المؤبدات. يعني أنا وأنت وشي اثنين تانيات من الشباب. مزبوط. وشو هالفرج هذا؟ شو بدهم ينقلونا لسجن أحسن من هون يعني؟ يا
مطاح 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 مطاح. خير خير وينهم؟ شبكي وينهم؟ شو هدول؟ شو بهول؟ مين؟ شبك مطاح؟ ليلي شبك؟ أنا شبت مطاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. رحمة الله يا أبو مطاح. رحمة الله يا علي. بس حطي راسك حطي راسك بمطاح. شيل المعوذات. نامي اتكلي على الله. حطي راسك حطي راسك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.